موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا. يوم أدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما تناجى به رؤساء كفار قريش حين جاءوا يستمعون قراءته صلى الله عليه وسلم سرا من قومهم، بما قالوا من أنه رجل مسحور من السحر على المشهور، أو من السحر وهو الرئة، أي إن تتبعون إن اتبعتم محمدا إلا بشرا يأكل كما قال الشاعر، فإن تسألين فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحري. مسحر يعني الذي له السحر، كما قالت عائشة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين سحري ونحري. نحر معروف، السحر اللي هو الرئة على صدرها. فقال الراجز: ونسحر بالطعام والشراب. أي نغذى. وقد صوب هذا القول ابن جرير، وفيه نظر، لأنهم أرادوا هاهنا أنه مسحور له رأي يأتيه بما استمعوه من الكلام الذي يتلوه، ومنهم من قال شاعر، ومنهم من قال كاهن، ومنهم من قال مجنون، ومنهم من قال ساحر. ولهذا قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي فلا يهتدون إلى الحق ولا يجدون إليه مخلصا. قال محمد بن إسحاق في السيرة: حدثني محمد بن مسلم ابن مسلم ابن شهاب ابن شهاب الزهري أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس ابن شريق ابن عمرو بن وهب الثقفي حليف بني زهرة، أكيد عندكم نسخة ابن زهرة، هو حليف بني زهرة، ده عندك كام ده؟ بني زهرة، خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته، فأخذ كل واحد منهم مجلسا يستمع فيه، وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، حتى إذا جمعتهم الطريق فتلاوموا. تلاوموا يعني اتفقوا اوعوا تعملوا كده تاني، لأنه لو الناس اكتشفوا هم رايحين يستمعوا
إذن للقرآن تأثير على النفوس حتى على قادتهم، فسيكون ذلك سببا لإيمان الكثير. وقال بعضهم لبعض لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا. ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه، يعني نقض الاتفاق، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، حتى إذا جمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة، ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق لا نبرح زي لا نزال، لا نبرح، لا نغير، لن نترك هذا المكان حتى نتعاهد. قال فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته، فقال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. قال أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس أنا والذي حلفت به. ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال ماذا سمعت؟ فتنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف. هي قال دي اللي موجودة تعود على أبي جهل، هي صح تبقى محذوفة. تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال فقام عنه الأخنس وترك. أعوذ بالله. يعني المشكلة الأساسية في التنافس على الشرف الدنيوي والشهرة في الناس، لا يفكرون في القرآن ولا في معانيه ولا فيما تضمنه من فهم لحقيقة الحياة والموت والبداية والنهاية والكون والجزاء والحساب. أعرض عن ذلك. المشكلة أن محمد من بني عبد مناف، كما أن المشكلة عند اليهود أن محمد صلى الله عليه وسلم من العرب. إلى يومنا هذا الأوروبيون يرفضون الإسلام لأنه جاء من الملونين، الشعوب المتخلفة في زعمهم. ما هو الزهري بيقول حدثت، ففي انقطاع طبعا، بس السيرة يعني لا يدق، يعني لا تستعمل فيها قواعد الحديث، اخبار معظمها يكتفى فيها بما يعني بما هو اقل، يعني زي التفسير نفسه.
نسيانا لما يسمعون. مش قادرين، عندهم جاذبية، في جاذبية نحو القرآن. انظر كيف ضربوا لك الأمثال. الأمثال الآية تثبت أنهم استمعوا للرسول وهم نجوى، إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى يتكلمون سرا، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إذن هم كانوا يستمعون سرا ويتكلمون سرا حتى لا يسمع به سفهاؤهم. يعني الآية تقوي حدوث الذي ذكره الزهري. وقال وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. يقول تعالى مخبرا عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد، القائلين استفهام إنكار منهم لذلك، أئذا كنا عظاما ورفاتا أي ترابا. قاله مجاهد، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس غبارا. أئنا لمبعوثون أي يوم القيامة خلقا جديدا، أي بعدما بلينا وصرنا عدما لا يذكر، كما أخبر عنهم في الموضع الآخر. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة هإذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. نعوذ بالله. وقال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أقوى حجة ذكرت في كل المواضع، كما قال هنا فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، لأن الخلق الثاني أهون من البدء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، لأنه على مثال سابق وله بقايا. يعني الجمع من التراب والماء أيسر منه جمع العظام وأحياؤها. وهو عز وجل جعل الحياة ثم الروح في الخلايا التي تكونت من الماء والتراب، فبقدرته سبحانه وتعالى أن يعيد الناس كما خلقهم أول مرة. يقول وهكذا أمر رسوله هنا أن يجيبهم، فقال قل كونوا حجارة أو حديدا، إذ هما أشد امتناعا من العظام والرفات. يعني الحجارة والحديد حاجة أنشف، أو خلقا مما يكبر في صدوركم. قال ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد سألت ابن عباس عن ذلك فقال هو الموت. وروى عطية عن ابن عمر أنه قال في تفسير هذه الآية لو كنتم موتى لأحييتكم. وكذا قال سعيد بن جبير وأبو صالح والحسن وقتادة والضحاك. ومعنى ذلك أنكم لو فرضتم أنكم لو صرتم موتى، أي الذي هو ضد الحياة، لأحياكم الله إذا شاء، فإنه لا يمتنع عليه شيء إذا أراد. وقد ذكر ابن جرير حديث يجاء بالموت يوم القيامة في الصحيح كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم. ثم يقال يا أهل النار أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم. لو أصله فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رأى، فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت.
النار خلود بلا موت. قال مجاهد: أو خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني السماء والأرض والجبال. التفسير الأول هو خلقا مما يكبر في صدوركم، يكبر في صدوركم أن تعادوا بعد الموت. الثاني السماوات والأرض والجبال. وقد وقع في التفسير المروي عن الإمام مالك عن الزهري في قوله: أو خلقا مما يكبر في صدوركم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب في سقط شرط، قال مالك: ويقولون هو الموت. الله أعلم ما الذي سقط. وقوله تعالى: فسيقولون من يعيدنا، أي من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر شديدا، قل الذي فطركم أول مرة، أي الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا مذكورا ثم صرتم بشرا تنتشرون، فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم على أي حال، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله تعالى: فسينغضون إليك رؤوسهم، قال ابن عباس وقتادة: يحركونها استهزاء. وهذا الذي قالاه هو الذي تفهمه العرب من لغتها، لأن الإنغاض هو التحرك من أسفل إلى أعلى. بعد يعمل ثاني طب روح كده بقى من زي ايه استهزاء، يقول: او من اعلى الى اسفل. ومنه قيل: للظليم، وهو ولد النعامة، نغضى، لانه اذا مشى عجل في مشيته وحرك رأسه. ويقال: نغضت سنه اذا تحركت وارتفعت من بنبتها. قال الراجز: ونغضت من هرم أسنانها. ويقولون متى هو، إخبار عنهم بالاستبعاد منهم لوقوع ذلك، كما قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أي لما عرزوا عن الحجة انتقلوا إلى التشغيب بالسؤال عن الوقت. أثبتوا أولا ما ثبتت به الحجة، أن الذي خلقكم أول مرة من تراب، فطركم أول مرة من الماء، قادر أن يعيدكم. أما متى، فالرسول لم يبعث لبيان متى، بل لتقرير البعث. يقول: وقال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. قال: قل عسى أن يكون قريبا، فيحذروا ذلك فإنه قريب إليكم، سيأتيكم لا محالة. فكل ما هو آت آت، هو سبحان الله وعسى من الله واجبا، وهو قريب، اقتربت الساعة، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. والناس أصلا حياتها في القبور كأنها النوم، إذا استيقظوا قالوا: أمس، اليوم. يعني كنت نايم أول النهار كذا ساعة، ولا نمت من امبارح يوما أو بعض يوم. ها؟ أي حد. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فهو الموت يجي بعديه على طول خلاص. اللي بيموت قامت قيامته، لانه مش بيحس بقى بقيه السنوات اللي ايه والقرون اللي فاضله، لكنه نايم يعذب فيها او يرعم كما ينعم، او صح يعني صاحب المنام الحلو، او يعذب صاحب الكابوس، ثم يستيقظ سريعا عسى ان يكون قريبا. يوم يدعوكم، اي الرب تعالى، اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون. شعور الإنسان بالوقت
مرتبط بحياته والظواهر التي أراها، الشمس والقمر والليل والنهار والشتاء والصيف. لما ينام بينعدم حسه بالوقت. بس برضو زي المنام. يوم يدعوكم إيه الرب تعالى، إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي إذا أمركم بالخروج منها، فإنه لا يخالف ولا يمانع، بل كما قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة وجه الأرض، أي إنما هو أمر واحد بانتهار. إذا يقول زجرة، زجرهم يعني أمرهم بانتهار بتشديد. فإذا الناس قد خرجوا من باطن الأرض إلى ظاهرها، كما قال تعالى: يوم أدعوكم فتستجيبون بحمده. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذه مكررة، أي تقومون كلكم إجابة لأمره. والصح طبعا هي إيه؟ يوم أدعوكم فتستجيبون بحمده، أي تقومون كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته. قال علي بن أبي طلحة لابن عباس: فتستجيبون بحمده، أي بأمره، كذا قال ابن جريج، قال قتادة: بمعرفته وطاعته. قال بعضهم: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، أي وله الحمد في كل حال. هذا الصحيح. وقد جاء في الحديث: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم. وكأني بلا بأهل لا إله إلا الله يقومون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم، يقولون لا إله إلا الله، وفي رواية يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وسيأتي في سورة فاطر. وقوله: وتظنون، أي يوم تقومون من قبوركم إن لبثتم في الدار الدنيا إلا قليلا. وكما قال: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون. أما هذه فالظاهر أن المقصود بها مدة اللبث في القبور، لأن الجواب كان: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فكأن السؤال كان عن الفترة ما التي قضوها في القبور، أنه قال إلى يوم البعث. قال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قولي هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.